وغيره من المشايخ واقعين في شراك الاربع شهور اللي فاتوا، اربع شهور تخوين، اربع شهور العلمانيين بيخونوا الاسلاميين والاسلاميين بيخونوا العلمانيين، واجهزه الاعلام ما بتنقلش عن الميدان الا الشعارات الخلافيه. لذلك اللي بره الميدان عمره ما يفهم اللي في الميدان غير ما يعيش في الميدان. فكلام عاصم عبد الماجد او بتاع حزب الوفد او غيره او غيره انا مش موافق عليه، ولكن انا بقول ان دول اسيري الهجمه الشرسه التي كان سببها التفريق بين شقي الثوره اللي قسموا الثوره نصين، تيار اسلامي وتيار علماني وليبرالي ومسيحي. لما قسمونا عرفوا يضحكوا علينا. انا بقول لكم ده رايي، انا ما اتكلمتش، انا بقول لكم الحل، انا بقول لكم الحل ان احنا نبقى ايه؟ ايد واحده، ايد واحده، ايد واحده، ايد واحده، ايد واحده. انا بقول لكم الشيخ عاصم عبد الماجد بيقول ان اللي في الميدان علمانيين. طب انا مش علماني، انا اسلامي، انا ممكن اموت عشان دولة اسلامية، بكلمكم بصراحة، بس مش ممكن اموت مصري عشان دولة اسلامية دلوقتي. لا، انا مش ممكن اموت مصري عشان دولة اسلامية، لكن ممكن اوعي مصري، احبب مصر في الدولة، اقول للمصري خلي بالك الدولة دي احسن من دي، اقول له ربنا بيقول، اقول له النبي بيقول، فكرتي اطرحها، اقول رأيي. زي ما الليبرالي له حقا يعرض رايه، انا ليا حق اعرض رايي. انا بقول ان الشيخ عاصم عبد الماجد او رئيس حزب الوفد او غيره او غيره دول اسيري الحمله الشرسه التي لا اسلاميين وغير اسلاميين. دول في ايد خبيثه انا عارفها، ممكن تكونوا عارفينها. انا مش هقول لكم الامن الوطني عشان ما يحبسونيش، مش هقول لكم الامن الوطني وناس تاني وفول النظام عشان ما يضربونيش بالنار. احنا كان بيتدرب علينا نار قبل الثوره، احنا كنا ضد النظام قبل الثورة، احنا مش خايفين من حد، لكن احنا حبينا مصر ومش بنزايد. انا مش هقدر اقول لكم ان انا بحب مصر اكتر منكم، لا والله مش هقدر، بس انا بحب مصر قوي، وحبي لمصر خلاني اجي اقول النهاردة ايد واحدة. لازم نبقى ايد واحدة لتحقيق اهداف الثورة، واحنا ضد اي شعار خلافي واي ضد مطالب خلافية، مش لاننا مش موافقين عليها بس، لا، لانها مش مصلحة مصر يا جدعان. والله يا اخواني مش مصلحة مصر النهاردة. ده يقول انتخابات اولا وده يقول دستور اولا. طب ما احنا بقالنا اربع شهور بنقول دستور اولا وانتخابات اولا وما بيقفش، ما فيش محاكمات اولا وما فيش دماء للشهداء اولا وما فيش عدالة اجتماعية اولا وما فيش تطوير للشرطة اولا وما فيش فلوس قناة السويس اللي 6 مليارات اللي كانوا بيقولوا عند بتخش عند حسني مبارك، ودلوقتي ما فيش حسني مبارك بتخش في مين؟ دلوقتي ما فيش أي حاجة أولا غير دستور أولا وانتخابات أولا وضحكوا علينا أولا وثانيا. فإحنا جايين هنا عشان نقول إيد واحدة أولا، نقول مطالب الثورة أولا، نقول مصر أولا. مصر رايحة لفين؟ أنا هقول حاجة بسيطة ومحدش يزعل مني. مصر دلوقتي أو مصر قبل كده كانت أقوى دولة في المنطقة، في الشرق الأوسط، حتى بهزلتها، حتى برئاسة الخاين ليها كانت دولة قوية. طب دلوقتي فيها فراغ سياسي ولا ما فيهاش؟ فيها فراغ سياسي. طب فين أمريكا دلوقتي؟ فين أمريكا دلوقتي؟ وفين إسرائيل دلوقتي؟ أمريكا وإسرائيل موجودين وحاطين إيديهم في مصر، طب هما بيعملوا إيه؟ أنا بقى أقول لكم من وجهة نظر الغلبان المسكين دوت، هما بيفرقوا بيننا، هما بيشقوا البلد نصين عشان الطيارين يضربوا في بعض، يضربوا في بعض، وبعد ما يضربوا في بعض يا جدعان يحصل إيه؟ هيقولوا لهم أنتوا لا 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 مش هيقولوا لهم كده. لا 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 ده انا اقول حاجه اكتر من كده، هيقولوا لهم ايه؟ هيقولوا لهم انتوا ولاد وحشين ما بتعرفوش تلعبوا ديمقراطيه، ولكن انتوا ما بيتلعبش بيكوا غير ديكتاتوريه على قفاكم وتتضربوا بالجزمه يا جزم. فانا بقول ما ينفعش كده، ما ينفعش نحي دستور اولا، نحي مجلس مدني، نحي انتخابات اولا، نحي اي حاجه اولا، مصر اولا، انتوا واحده اولا، كلنا شركاء، كلنا ابناء وطن واحد. وزي ما قلت لكم هعيد وازيد ان الدين لله والوطن لله. يعني ايه الوطن لله؟ يعني هو ربنا صاحب المكان ده وهو قاعدني كمسلم في المكان ده وقاعدك انت كمسيح في المكان ده، لا انا هقدر امشيك ولا انت تقدر تمشيني، عاجبك ولا مش عاجبك يا جدعان؟ دي
بلدنا، دي بلدنا. كم مره يا اخواني خوفوكم من الارهابيين؟ قالوا لكم الارهابيين دول وحشين وبيخربشوكم وليهم سنتين وبيعوروا البنات وبيحطوا لهم نار. طب احنا بنعمل كده بالله عليكم؟ في واحد هتقولي واحده ترش عليها حاجه؟ هتقولي هتقولي قبر اتحرق وجابوا واحد ملتحي متهم كذبا؟ انا قعدت مع مين اسمه محمد سعد عبد الحفيظ رئيس القسم السياسي بالشروق واتناقشنا في الموضوع دوت. قلت له انا اتحداك ان جبت لي قبر محروق وجنبه واحد ملتحي متهم كذبا ان هو بيحرق ده. كل شويه طلعوا لنا فتنه، كل فتنه طائفيه، فتنه دستوريه، فتنه انتخابيه، فتنه تشريعيه. عايزين يا جدعان يخلونا نضرب بعض، في الاخر يقولوا لنا انتوا ولاد وحشين ما بتعرفوش تلعبوا ديمقراطيه، انتوا مالكمش غير الدكتاتور السافل الغليظ اللي يديكم الجزمه ويستضعف بعضهم ايه بعض، يستضعف بعضهم بعض، يجيب الامن المركزي اللي بدا يقول دول شهداء. انتوا عارفين يا اخوانا هم بيقولوا علينا شهداء ليه؟ بيقولوا على اخواننا اللي قتلوا شهداء ليه؟ عارفين ليه؟ عشان انتصرتوا. لو ما انتصرتوش دول هيبقوا ارهابيين. انت تعرفوا البنات الطيبات اللي هم كانوا موجودين في الميدان؟ لو الثوره ما نجحتش كانوا هيقولوا عليهم بنات ايه؟ انا مش هقول، مش هقول كانوا هيقولوا عليهم بنات ايه؟ مش هقول كانوا هيقولوا عليهم بنات ايه؟ انا بقول لازم نكون ايد واحده. والله مش عشان انا ضد الشعارات الخلافيه بتاعتي او بتاعت غيري، بس مش بقول عشان كده، لا، عشان نبقى ايد واحده يا جدعان، عشان نبقى ايد واحده، عشان نبقى ايد واحده. قعدوا 20 سنة يخوفونا من بعض، يقولوا لكم الملتحين دول ارهابيين، وانتوا عارفين حصل ايه بقى؟ الشعب بيكله